شاء الله ألتزم بعشر دقائق إن شاء الله، يعني راح أقرأ ما راح أطلع عن المكتوب، واسمحوا لي أني أقارب الموضوع شوي من زاوية مختلفة. عندما يتم الحديث عن قانون الأحوال الشخصية فإننا نتحدث عن القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة والميراث وغيرها من الأمور المنظمة لهذه الشؤون، وهي القضايا التي ينظر فيها المحاكم الشرعية في البحرين. هذه الأحكام سالفة الذكر وردت فيها تشريعات مفصلة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والمطالبة بإقرار قانون الأحوال الشخصية في البحرين يفترض أنه يأتي بمعنى جمع هذه الأحكام الموجودة المفصلة في كتاب واحد. وبذلك فإننا نفترض أنه لا يوجد طرح في البحرين يطالب بإزالة الصبغة الدينية عن هذه الأحكام أو تحييد الشريعة الإسلامية عن أمور الزواج والطلاق والميراث وما ينطبق عنها من أحكام، أو إيجاد قانون بديل مدني كما هو الحال في البلدان الغربية أو تركيا على سبيل المثال. الإجماع على الشريعة الإسلامية كمرجع أوحد في قانون الأحوال الشخصية المراد إقراره يسهل علينا تحديد المسؤوليات والتحديات والمعوقات، وأعتقد أنه سيشكل خطوة إلى الأمام. وبما أننا اليوم نتحدث عن إقرار قانون الأحوال الشخصية بشقه الجعفري، فأنا راح أتكلم عن الشق الجعفري بدون التطرق إلى الشق السني. بداية، ما هو التقييم للوضع الحالي من جهة عمل المحاكم الجعفرية؟ وهو لا شك أنه وضع القضاء الجعفري هو امتداد لوضع القضاء في البحرين بشكل عام، وهو غير مرضي إطلاقا ويحتاج لعلاج جذري. ونتفهم بل ونشارك معاناة الكثير من الأسر والعوائل في هذا الإطار، ولكن هناك إشكالية، وهذه الإشكالية تكمن في تقديم صورة للناس على أن إقرار قانون الأحوال الشخصية سيكون خشبة الخلاص للمعاناة، وأنا أعتقد أن هذا قفز على جوهر المشكلة، حيث أن قانون الأحوال الشخصية بمعنى النصوص والأحكام موجودة، ويمكن لأي عالم دين وصل لمرحلة علمية متقدمة أن يقوم بتطبيق هذه الأحكام. المشكلة الأساسية ليست في غياب النصوص ولا في تجميعها، وهو أمر سيساعد بالتأكيد، ولكن المشكلة في نوعية القضاء الذين يتم تعيينهم. وهنا أستشهد بمثال، وهو وجود قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، قانون موجود في البحرين. ورغم وجود هذين القانونين إلا أننا نرى هجوم واسع وتشكيك في الأحكام الصادرة من القضاء من قبل شريحة كبيرة في البحرين، وأيضا هناك طعن في هذه الأحكام من منظمات دولية عديدة. فوجود القوانين فقط لم يحقق العدالة ولم يحسن من الأداء العام للقضاء ليصل لطموح هذا الشعب المتحضر. فما هي التحديات؟ تحديات إقرار قانون للأحوال الشخصية. بداية، تحديد مسؤولية كتابة القانون. من هو الذي يستطيع أو الذي يفضل أن يكتب القانون؟ وبما أننا نتحدث عن أحكام شرعية موجودة في القرآن والسنة، فبحسب البديهي أن يكون الاستنباط هذه الأحكام وجمعها في كتاب أو في قانون هو من اختصاص المرجعيات الدينية وعلماء الدين المشهود لهم بالعلم والورع والتقوى، وليس إيجاد بديل لهم في كتابة القانون من الخبراء الدستوريين أو المحامين. التحدي الثاني، وهو عندما يتم إقرار القانون،
ويصبح قانون الأحوال الشخصية نافذا، هل سيكون من صلاحيات المجلس النيابي أو مجلس الشورى إضافة أو حذف أو تعديل بعض المواد فيه لكون النواب يتمتعون بصلاحيات تعديل القوانين، وهذا الأمر سيتعارض مع عمل اللجنة التي سيوكل إليها إنشاء هذا القانون من علماء دين؟ التحدي الثالث هو الإحساس العام بالتهميش وفرض خيارات غير مرغوبة على الطائفة الشيعية فيما خص إدارة شؤونهم الدينية من أوقاف وغيرها، وتعيين من لا يتمتعون بأهلية كافية في القضاء، الأمر الذي ساهم في إضفاء جو من عدم الثقة مع السلطة على مر السنين، واستفحل الأمر منذ العام 2011. يعني في 2001 كان هناك وعود لذات هذه الشخصيات، وعود فيما خص موضوع الميثاق، ميثاق العمل الوطني. هذه الوعود لم تجد طريقها إلى التنفيذ. اليوم لا يمكن أن أعيد ذات التجربة وأقول أن هناك يوجد وعد شفهي إن شاء الله ما راح يتم تغيير هذا القانون أو المس فيه، وأعيد المشكلة اللي من 2001 إلى اليوم ما تم حلها لا بطريق النزول إلى الشارع ولا بطريق الاحتجاجات ولا بطريق أي، يعني لا يوجد طريق آخر، لا يعني لا يوجد طريق يمكن أن يسلكه الناس ولم يسلكوا للتغيير ولم يحصل ذلك. فالوقوع في نفس الخطأ أعتقد يعني غير مطروح حاليا. إذا كان هناك ضمانات يجب أن تكون ضمانات مكتوبة ومنصوص عليها في نفس القانون. لذلك أنا ليكون الكلام أكثر عملية أقترح مجموعة اقتراحات. الاقتراح الأول التواصل المباشر مع كبار العلماء الممثلين للطائفة الشيعية في البحرين وهم معروفون، ولا حاجة لاختلاق شخصيات وهمية لا تتمتع بأي رصيد شعبي وعلمي، وذلك بهدف وضع إطار عام ينظم إدارة شؤون الطائفة الشيعية وما سينتج عن ذلك من توطيد لروابط الثقة. تسمية لجنة يشارك فيها علماء دين بمواصفات علمية معينة وبإشراف كبار العلماء للطائفة الشيعية في البحرين تقوم بصياغة قانون الأحوال الشخصية بدل فرضه بشكل إجباري وعشوائي. ثلاثة تقديم الضمانات الكاملة لعدم التعديل أو الإضافة أو الحذف في القانون بعد إقراره دون موافقة كبار علماء الطائفة الشيعية واللجنة المشكلة. أربعة إيجاد آلية لتسمية القضاة في المحاكم الجعفرية بالتشاور مع كبار العلماء بحيث يتم تعيين المشهود لهم بالعلم والنزاهة والتقوى والورع والزهد، وليس ليتحول القضاء جوائز للترضية. ختاما وفي الوضع الراهن وما نشهده من توتر شديد في البلد وأزمة سياسية وما يعتبره الكثيرون من أن الطائفة الشيعية مستهدفة في شعائرها، وكان آخر ذلك ما شهده موسم عاشوراء من تعدي على المظاهر العاشورائية واستدعاء واعتقال الخطباء والروائد وغيره، أجد أنه من الصعب لدرجة المستحيل إمكانية التوافق حول قانون الأحوال الشخصية بشقه الجعفري حاليا. وإن إقرار القانون من جهة السلطة بشكل منفرد ودون تنسيق مع ممثلي الطائفة سيعتبره الشيعة حرب تشن عليهم وعلى جوهر دينهم وعقيدتهم، ونحن لسنا بحاجة لتوتر إضافي. وشكراً.